السلام عليكم ورحمة الله. أكد الرئيس بشار الأسد أن سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها، وقال في مقابلة مع قناة روسيا اليوم: إذا كان هناك غزو فسيكون هناك مقاومة شعبية بالمرحلة الأولى، وطبعا في الأماكن التي يوجد فيها الجيش السوري، وهو لا يوجد في كل المناطق في سوريا، وعندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء. وفيما يلي اللقاء كاملا. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم إلى عدد خاص من برنامج نيوز ميكر يأتيكم من العاصمة السورية دمشق، ونستضيف فيه الرئيس السوري بشار الأسد. سيادة الرئيس، أهلا بكم على شاشة RT وشكرا على استضافتنا لديكم. أهلا وسهلا بك في سوريا ورحب بك في دمشق. شكرا جزيلا. بداية سيادة الرئيس بالموضوع الأبرز على الساحة الدولية، وربما هنا أستعين بالسؤال الذي طرحه متابعونا على الموقع arabic.rt.com: لماذا أيدت دمشق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؟ لأسباب مختلفة. أولا، روسيا حليف لسوريا، وروسيا تتعرض لحرب لا أربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي كما يعتقد البعض. هذه الحرب لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى، حرب مستمرة، ودور روسيا هنا أساسي كجزء من التوازن الدولي. فنستطيع أن ننظر لروسيا من زاويتين: زاوية الحليف الذي إذا انتصر في معركة أو إذا أصبح موقعه السياسي على الساحة العالمية أقوى فهذا مربح لنا، ومن زاوية أخرى أن قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود ولو كانت استعادة جزئية. وهذا التوازن الذي ننشده ينعكس بالدرجة الأولى على الدول الصغرى، وسوريا واحدة منها. هذا بالحد الأدنى السبب، من دون الدخول في التفاصيل القانونية الأخرى، ولكن يتحدث بشكل استراتيجي الآن. طيب، المسؤولون الروس يقولون إنها معركة النظام العالمي الجديد. سيادة الرئيس، تعتبرونه المخاض الأخير لعالم متعدد الأقطاب، أم أن الطريق لا يزال طويل أمام الهيمنة الأمريكية؟ البعض يتحدث عن هذه الحرب ويضعها في إطار نهاية نظام القطب الواحد الذي يفترض البعض بأنه ابتدأ بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. هذا كلام غير دقيق، فيه جزء من الصحة إذا تحدثنا عن موضوع حلفين وارسو وشمال الأطلسي وغياب أحد الأحلاف، إذا تحدثنا بالمعنى السياسي، إذا تحدثنا بأن مجلس الأمن مسيطر عليه من قبل القوى الغربية وبقيادة الولايات المتحدة تحديدا. ولكن الحقيقة أن نظام القطب الواحد ابتدأ بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تجسدت بمؤتمر بريتون وودز الذي جعل الدولار هو قائد العالم من الناحية النقدية. أهم من الجانب العسكري الآن، أو ربما يوازيه بالأهمية لكي لا نبالغ ونقول أهم، هو موضوع النتائج الاقتصادية لهذه الحرب، وفي مقدمتها وضع الدولار. فإذا استمر الدولار حاكم للاقتصاد العالمي بغض النظر عن نتائج الحرب لن يتغير شيء. طيب، على ذكر الدولار الذي يقول كثيرون أن الولايات المتحدة الأمريكية تبتز به العالم ومن يخالفها في الرأي، كيف تراقبون أو تتابعون هذه الحرب الاقتصادية الغربية ضد موسكو؟ وهل تجوز هنا المقارنة مع الحصار الاقتصادي الذي طال سوريا؟ أولا، موضوع الدولار هو ليس ابتزاز وإنما سرقة، لأن التعهد الأمريكي كان بعد الحرب العالمية أن يكون هذا الدولار يعبر عن رصيد من الذهب. وفي بداية السبعينيات أيام نيكسون قررت الولايات المتحدة أن تفصل الدولار عن الذهب، وبالتالي أصبح عبارة عن ورقة ليس لها قيمة، ولكن تتمكن الولايات المتحدة من شراء كل ما تريد من كل العالم بورقة من دون قيمة. هذا سرقة، وهذه السرقة تنطبق على كل العالم. اليوم زادت الولايات المتحدة سعر الفائدة، وبالتالي كل العملات الأخرى انخفضت وتأثرت الدول الأضعف اقتصاديا. نعم، هو وسيلة للحصار، طالما أن الدولار هو عملة عالمية، وطالما أن هذا الدولار يمر عبر البنوك الأمريكية أو ما يسمى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فأنت تحت سلطة هذا الدولار، وبالتالي كل مستقبلك كدولة، كبلد، كشعب، كمجتمع، كاقتصاد هو تحت رحمة أمريكا. طبعا هو جزء من الحصار بكل تأكيد، ومن دون هذا الدولار أمريكا لن تكون دولة عظمى في أي حال من الأحوال. سألتكم سيادة الرئيس عن المقارنة بين العقوبات الغربية ضد موسكو وما شهدته دمشق أيضا، إلى أي حد يمكن؟ بالنسبة للحصار تقصدين بماذا عن الدولار؟
طبعا العقلية واحدة، لأن العقلية هي عقلية هيمنة وعقلية استعمار وعقلية غرور. هم يعتقدون كما كان الوضع ربما منذ عدة عقود بأن الغرب يمتلك كل ما يحتاجه العالم. اليوم الوضع تغير بالنسبة لروسيا، بالنسبة للصين، وبالنسبة لكثير من الدول الأخرى الصاعدة. نحن محاصرون، ولكن كثير من الحاجيات الأساسية لا نأتي بها من الدول الغربية، قطعنا علاقتنا بها. العقلية نفسها والفشل سيكون نفسه، لأن أي دولة تستطيع أن تؤمن المتطلبات الأساسية للعيش والنمو بغض النظر عن ربما هي رسالة إيجابية للمواطن الروسي. لكن دعنا نتحدث أيضا سيادة الرئيس عن المواطن السوري وكل هذه التحديات التي يعيشها اقتصاديا. هل العقوبات هي السبب الوحيد في هذه الأزمة، انهيار الليرة، الوضع المعيشي الصعب وغيره من التحديات الأخرى؟ لا أبدا، أنا دائما أركز على هذه النقطة بشكل عام. أقول الحصار هو جزء من المشكلة، لأن الحصار يرفع التكاليف ويبطئ العملية الاقتصادية، صحيح، ولكن هناك أسباب عالمية أخرى، هناك أسباب لها علاقة الآن في بأزمة كورونا على سبيل المثال. الغرب الآن يريد أن يضع كل المشاكل كنتيجة لحرب أوكرانيا، وتحديدا كنتيجة للسياسة الروسية. الحقيقة ليست كذلك. جزء من المشاكل الداخلية لها علاقة بالخطط الاقتصادية الداخلية أيضا، ليس فقط بالوضع الخارجي. فإذا يجب أن نميز بين أسباب لها علاقة بالحرب، بين أسباب لها علاقة بالحصار، بين أسباب لها علاقة بالخطط الحكومية، وبين أسباب لها علاقة بالوضع الاقتصادي العام الذي قد تكون الشركات مسؤولة عنه، ربما عادات المواطنين بمجتمعات مختلفة تساهم أحيانا سلبا وإيجابا في الوضع الاقتصادي. جزء له علاقة بالفساد أيضا هنا. تماما، يعني موضوع الاقتصاد له فيه عوامل كثيرة متعددة بما فيها الإدارة. نتوقف قليلا عند خطتكم لمكافحة الفساد في سوريا. يعني أغلب الدول في حالة الحرب تؤجل كثير من الأساسيات، وواحدة منها مكافحة الفساد. الحقيقة في سوريا كانت وجهة نظرنا مختلفة تماما، بأننا في حالة الحرب نحن بحاجة لمكافحة الفساد بشكل أكبر، لسبب بسيط، لأن الحرب تضعف مؤسسات الدولة، وعندما تضعف مؤسسات الدولة ينتشر الفساد. هذا شيء طبيعي، هذه واحدة من بدائع الحرب، وليست يعني خاصة في سوريا. فأنت بحاجة أكثر لمكافحة الفساد، فنحن ركزنا أكثر على مكافحة الفساد ونسير فيه. ولكن طبعا هناك عقبات، الحرب نفسها عقبة، ضعف مؤسسات الدولة بسبب الحرب عقبة أخرى، النظام الإداري الذي يحتاج للكثير من التطوير هو أهم عامل في مكافحة الفساد. فنحن نقوم بهذه العملية كمنهجية، نقوم بها كتوجه سياسي اقتصادي إداري، لا يهم أين نضعه في أي قطاع، ولكن لا يعني بأننا نستطيع أن نحقق طموحاتنا في مكافحة الفساد بسبب الظروف التي نعيشها. خصوصا أن الشعب السوري جدد ثقته في شخصكم سيادة الرئيس. شعاركم أو شعار الحملة كان الأمل بالعمل، لكن لدى تجولنا ولدى اقترابنا من السوريين لمسنا نوعا من الإحباط من خلال هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها السوريون. هنا نسأل، إلى أي مدى يمكن فعليا إحياء هذا الأمل في ظل ربما سوريا تفتقد لخيراتها النفطية، هي تحت سيطرة أطراف أخرى سنتحدث عنها، هناك أيضا تحدي القمح وغيره من التحديات الأخرى، ماذا بيدكم سيادة الرئيس؟ أول كلامك صحيح، أنا طرحت الأمل لأن هناك إحباط، لأنني أرى الإحباط فطرحت الأمل، ولو لم يكن هناك حالات إحباط لما طرحنا هذا الموضوع. ثانية، بالنسبة لهذا الشعار، هو ليس شعار، هو عنوان لحل، وليس حل، هو عنوان لحل. فلا نستطيع أن نأتي بالأمل من خلال الانتظار، إذ كنا نبحث عن أمل، وهذا الشيء الطبيعي لأي إنسان أن يبحث عن أمل عندما يكون هناك معاناة، هو أن يكون هناك إنتاج. هل لدينا أدوات للإنتاج؟ طبعا لدينا أدوات، ولو لم يكن لدينا أدوات لما استمرت الدورة. الطبابة في سوريا ما زالت مجانية بالرغم من تراجع الخدمات، التعليم ما زال مجاني بالرغم من تراجع مستوى التعليم بسبب ظروف، الدعم ما زال موجودا بالرغم من تراجع نسبة هذا الدعم. كل هذه الخدمات الأساسية ما زالت موجودة، لم تغير بسياساتنا. هل هناك منشآت جديدة تنمو أو تنشأ أو تؤسس خلال الحرب؟ طبعا هناك أشخاص يحبون وطنهم ويغامرون في ظل هذه الظروف التي لا تناسب الاستثمار. ما المطلوب من المواطن السوري؟ كيف يمكن أن يوفق بين حاجاته اليومية، بين هذا التدهور المعيشي، وبين هذه القضية التي تعتبر وطنية بالنسبة له؟ علينا أن نحدد ما هو السبب الأساسي، أو ما هو التحدي الأساسي اليوم.
للإنتاج. إذا اتفقنا على أن الإنتاج هو الحل لكل المشاكل المعاشية والخدمية، فعلينا أن نرى ما هو العائق الأساسي. العائق الأساسي هو الكهرباء. لذلك خلال العام الماضي وخلال هذا العام كان التركيز الأساسي على كيفية حل مشكلة الكهرباء في ظل الحصار. تمكننا من الوصول إلى الحلول، وخلال يعني لنقول بأن العام 2022 سيشهد تحسن في مجال الكهرباء، وهذا سينعكس على الإنتاج. فالمشكلة واضحة والحل واضح، فنحن نسير بهذا الإطار، ولكن علينا ألا نرفع السقف كثيرا ونعتقد بأن المشاكل ستحل. لا، سيكون هناك تحسن، وهذا التحسن تدريجي. ويجب أن نعرف بأن هناك ظروف تأتي ضدنا، هناك محاولات لضرب كل خطوة نقوم بها للأمام في المجال التنموي، ولكن علينا أن نتعامل مع كل حالة بحالتها ونوجد الحلول المستمرة. هذا جزء من الحرب، ولكن عندما يعني يقول بأن الأمل موجود، فهذا يعني بأنه لدينا الأدوات ولدينا القدرة على مواجهة كل هذه المحاولات التي تأتي من الخارج من أجل ضرب النمو في سوريا. طيب، هذه المحاولات أيضا تنطبق على الإصلاحات السياسية. ربما هنا أتحدث عن اللجنة الدستورية، لماذا لا تتقدم أشغالها برأيك؟ لا، هذا موضوع آخر، لا علاقة له بالحصار على الإطلاق، هذا موضوع مختلف تماما. إذا تحدثنا عن اللجنة الدستورية فالمطلوب هو الوصول إلى دستور. الدستور هو يعبر حسب مفترض يعبر عن رغبات، أخلاقيات، تطلعات، ثقافة الشعب السوري كحل وسط بين مختلف الشرائح والتيارات الموجودة في هذا المجتمع. إذا أردنا أن نصل إلى هذه النتيجة فنحن نتحدث منطقيا عن حوار بين السوريين، لنسميه سوري سوري إذا افترضنا بين هناك طرفان في هذه الحالة، ولكن المهم الأطراف السورية. في موضوع اللجنة الدستورية نحن نتحدث عن طرفين. الأول تم اقتراحه من قبل الحكومة السورية، وهو لا يمثل الحكومة السورية وليس موظف فيها، وبالتالي هم ليسوا موظفين دبلوماسيين ولكن موافق عليه أو يمثل وجهة نظر الحكومة السورية. وهناك طرف آخر عين من قبل تركيا. فالسؤال المنطقي، كيف يستقيم أن يكون هناك حوار سوري سوري بطرف سوري وطرف تركي؟ هنا تكمن المشكلة. لذلك لا نصل لشيء، لأن الطرف الأول يعبر عن تطلعات الشعب السوري، أما الطرف الآخر فهو يعبر عن تطلعات الحكومة التركية بكل بساطة. لكن مع ذلك سيادة الرئيس، لا بأس من أن نتحدث عن ما يقوله الطرف الآخر. هناك من يقول أن هناك مخاوف لدى الحكومة السورية بأن تأتي اللجنة الدستورية بما يتداخل مع صلاحيات الرئيس. ما ردكم؟ لا يوجد المشكلة، الدستور السوري لا يعبر عن وجهة نظر لا الرئيس ولا الحكومة ولا الحزب الحاكم، هو يعبر عن وجهة نظر السوريين بالإجماع. فأي شيء يتفق عليه السوري هو صحيح، وأي دولة تأتي بأي شكل يجب أن تسير بالطريقة التي يحددها الدستور الجديد. هذا موضوع محسوم، لا يمكن أن يكون هناك استقرار بدستور يتعارض مع رغبات الشعب، هذا أولا. لذلك أي شيء يتوصل إليه في اللجنة الدستورية الآن أو لاحقا أو في أي ظرف آخر لابد أن يعود لاستفتاء شعبي. لن يأتي إلى الحكومة لكي تصدر دستور، هذا الموضوع محسوم، فهو يعكس شعب رغبة شعب، إما أن ينجح أو يسقط الدستور. الإجماع بين السوريين ربما هو الهدف في هذا العفو العام، والحديث عن المرسوم 7 أيضا فتح الباب أمام اللاجئين للعودة إلى سوريا وغيرها من القرارات الإصلاحية. مع ذلك هناك بعض الانتقادات التي تقول إن كل من عارض ويعارض وجود السيد الرئيس بشار الأسد في الحكم سيعامل على أنه خائن للوطن. لا، يعني في سوريا لدينا قوانين، ولا يوجد لدينا ما يسمى معتقل سياسي. كلمة معتقل سياسي غير موجودة. هناك مسلمات وطنية، يعني يجب أن نكون حذرين من فكرة أن الحرية السياسية تعني التعدي على المسلمات الوطنية. يعني قد يأتي شخص ويقول لماذا لا نتنازل عن الأراضي المحتلة لإسرائيل؟ هذا الموضوع يحاسب عليه القانون، هذا موضوع وطني وليس سياسي. في قضايا أخرى مختلفة الوضع نفس الشيء. معارضة الرئيس، هناك كثير من السوريين الموجودين لا يتفقوا معي بكثير من السياسات. المعارضة شيء، للشخص للحكومة شيء، والتعدي على المسلمات الوطنية هو شيء آخر. لا، من يعارض الرئيس يعارض الرئيس، لا يوجد مشكلة، لا يؤثر علي أنا شخصيا، فلا، هذا كلام غير صحيح. هذا الأمر ينطبق أيضا على القوى الكردية؟ الموضوع الكردي موضوع مختلف. الموضوع الكردي إذا أخذناه بالمعنى القومي فهم قومية موجودة في سوريا عبر التاريخ، والجزء الأكبر من هذه القومية هم أشخاص وطنيون
ولكن هناك جزء منهم كما هناك جزء من العرب وجزء من غير العرب من مختلف الشرائح يعمل يضع نفسه بموقع العميل خاصة للأمريكيين. المشكلة هنا لا تتعلق أبدا بموضوع لا الرئيس ولا المعارضة السياسية، تتعلق بموضوع وحدة الوطن السوري. طرح موضوع أن يكون هناك قوميات متعددة في إطار كانتونات في إطار فيدراليات، هذا يعني مقدمة للتقسيم، بينما أن يكون هناك تنوع سوري في إطار الوحدة الوطنية، التنوع السوري هو غنى نحن ننظر إليه بشكل إيجابي، التنوع العرقي القومي الديني الطائفي هذا غنى للمجتمع السوري وليس العكس، ولكن عندما يطرح بإطار خاطئ يتحول إلى نقمة على البلد وهذا ما لا نسمح به. والباب مفتوح للحوار باستثناء من وصفتهم بالعملاء تحديدا للولايات المتحدة الأمريكية، أحيانا نضطر حتى لمحاورة العملاء، لكن مع ذلك أود أن أركز على القوى الكردية خصوصا أنها تسيطر أو تتحكم في أبار النفط بدعم أمريكي. ما هي نظرتكم هنا وما أوراق دمشق لاسترجاع ممتلكاتها وأراضيها؟ مشكلة الاحتلال، أي احتلال في أي بلد أو أي غزو، هي ليس الغزو بحد ذاته مهما كان الجيش كبير، المشكلة هي العملاء الذين يسيرون مع الغازي، هنا تكمن المشكلة، وهذا موجود في سوريا. هناك قوى تعمل تحت سلطة الأمريكي بالنيابة عنه ضد وحدة المجتمع السوري. ردة فعل طبيعية ستكون في هذه الحالة، وهذا شيء أصبحنا نراه في تلك المناطق، في المناطق الشرقية، هي أن الأغلبية العظمى من المواطنين لا يقبلون بالانحرافات تجاه المحتل والخيانة، فبدأت الصراعات بين هذه القوى وبين المواطنين. طالما أن هناك عمالة فسيبقى المحتل قوي، أول شيء يجب أن يكون هناك تنظيف لها من العملاء، إضعاف لهؤلاء العملاء، بعدها سيخرج المحتل بشكل آلي لأن المقاومة الشعبية ستصبح ضده. فإذا الحل في مواجهة أي غزو عندما لا يكون لديك الإمكانيات العسكرية هي المقاومة الشعبية، هذا هو الحل. أوضحت الفكرة. هنا لا نتحدث فقط عن التحدي الأمريكي، وإنما أيضا لديك تركيا التي أصبحت لا تخفي سعيها لما تصفه بإنشاء المنطقة الآمنة التي تمتد داخل الأراضي السورية. ما هي خططكم لمنع ذلك؟ بنفس الإطار أيضا نفس، إذا كان هناك غزو سيكون هناك مقاومة شعبية بالمرحلة الأولى، طبعا في الأماكن التي يتواجد فيها الجيش السوري وهو لا يتواجد في كل المناطق في سوريا، وعندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء. منذ عامين ونصف حصل الصدام بين الجيش السوري والتركي، وتمكن الجيش السوري من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية، سيكون نفس الوضع بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية، عدا عن ذلك سيكون هناك مقاومة شعبية. ماذا عن إدلب؟ ما هي رؤيتكم؟ كأي أرض محتلة هي خاضعة للخطط العسكرية والسياسية السورية من أجل التحرير، هذا موضوع محسوم، أي أرض محتلة من قبل إما التركي أو الإرهابي سيتم تحريرها مع الوقت. مع ذلك في ظل كل هذه الملفات الشائكة هناك من يتحدث عن إعادة الإعمار، هل من خطط استعجالية في ذلك؟ هل من دول ربما أبدت استعدادها للمشاركة؟ هناك أيضا من ذهب سيادة الرئيس للربط بين هذا الملف وبين زيارتكم للعاصمة الإماراتية أبوظبي. هناك شركات عبرت عن رغبتها وليس دول من دول العربية مختلفة، طبعا مع الأخذ بالاعتبار أن هناك ضغوط شديدة على أي شركة يمكن أن تستثمر في سوريا من خلال فرض عقوبات عليها من قبل الغرب طبعا، لذلك هذه العملية ستكون بطيئة ومحفوفة بمخاطر بالنسبة للكثير منهم. ومع ذلك هناك نعم شركات بدأت بالعمل للاستثمار في سوريا بأساليب فيها التفاف على العقوبات، لكن إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، لا أستطيع أن أقول بأن الظرف الحالي لا السياسي ولا الأمني ولا الاقتصادي يسمح بإعادة إعمار بالمعنى الواسع. ما ذلك بدأت عملية إعادة الإعمار ولا بإطار ضيق، البعض منها من خلال المستثمرين والشركات والأشخاص الذين يقومون بإعادة إعمار منشآتهم، وجزء آخر له علاقة بما تقوم به الدولة من إعادة إعمار لشرايين الحياة الاقتصادية الأساسية في بعض المدن الكبرى. طيب أود أن أتوقف عند هذه الزيارة لأبو ظبي، عودة سوريا من الباب الواسع هكذا وصفت، كيف ترونها أنتم؟ لا أعرف ما هو كيف يعرف الباب الواسع وماذا تعني كلمة عودة، فنحن لم نخرج، سوريا بقيت في مكانها بنفس المواقف بنفس الظروف تتعامل معها بطريقتها وبحسب مبادئها.
ورؤاها. ولكن أريد أن أقول بأن العلاقات السورية العربية خلال الحرب لم تتبدل كثيرا بالمضمون. معظم الدول العربية حافظت على علاقاتها مع سوريا، معظم الدول العربية كانت تقف مع سوريا معنويا، حتى التي سحبت بعثاتها الدبلوماسية. نعم، حتى التي سحبت بعثاتها الدبلوماسية حافظت على العلاقة وحافظت على العواطف الإيجابية تجاه سوريا من دون أن تكون قادرة على القيام بأي شيء. الوضع الآن هو نفسه مع بعض التغيرات الشكلية بوضوح أكثر لهذه العلاقة مع تغير الظروف ربما الإقليمية والعالمية وأي ظروف أخرى لا أستطيع أن أتحدث نيابة عنه. فأنا لا أعتقد بأن هناك تغير كبير بالمضمون، التغير الكبير هو بالشكل. دعنا نسأل بصريح العبارة، ليس هناك حقد من دمشق على الدول التي تخلت عنها في أزمتها؟ أولا الحقد دليل ضعف، ثانيا الحقد لا يؤدي إلى شيء، إلى أي نتائج إيجابية خاصة بالعلاقات مع الدول. ثالثا علينا أن نفرق بين أخطاء سياسات قامت بها دول وبين الشعوب، نحن نسعى لعلاقات عربية عربية يعني الشعب، فلا لا يوجد أي حقد. رابعا نعرف بأن الدول العربية لديها ظروف، نحن نستطيع أن نقول لا في كثير من الجوانب، ربما كثير من الدول العربية لا تستطيع أن تقول لا. لا نبرر، هذا ليس تبرير، ولكن هذا أمر واقع، فلا بد أن نتعامل مع الأمر الواقع. الآن العتب واللوم لا يحقق نتيجة، دعونا ننظر للمستقبل، هذا ما نقوله في كل الحوارات، نحن ننظر للمستقبل، ما حصل في الماضي حصل، العتاب لا يغير شيء، الدمار حصل، الخسارة حصلت، الدماء نزفت، فإذا لنتحدث بشكل إيجابي، هذه هي المنهجية السورية. والمستقبل القريب، القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، الكثير يتحدث عن حضوركم، هل هناك أي خطوات في هذا الاتجاه؟ ربما يكون الوزن الوحيد لهذه القمة أنها تعقد في الجزائر، هذه حقيقة ولا أنا لا أجامل، لأن علاقة سوريا مع الجزائر بكل الظروف منذ الاستقلال من الفرنسي في أول السبعينيات حتى اليوم هي علاقة ثابتة، وهناك يعني شيء وثيق بين الشعبين، لأن التاريخ ربما متشابه مع اختلاف الأزمنة. لكن إذا تحدثنا عن الجامعة العربية بمعزل عن قمة الجزائر، فالقضية ليست عودة سوريا وعدم عودتها، والكلمة عودة خاطئة، لأن سوريا ما زالت في الجامعة العربية، هي تعليق عضوية وليس خروج. المشكلة ماذا ستفعل الجامعة العربية في المستقبل سواء كانت سوريا أو لم تكون؟ هل ستحقق شيء من أمل المواطن العربي؟ لا أعتقد بأنها خلال العقود الثلاثة الماضية حققت شيء، وبكل تأكيد بأنها خلال العشرة أعوام الماضية كانت هي الغطاء للعدوان على ليبيا وللعدوان على سوريا ولكل عدوان آخر. فالسؤال، هل ستتمكن من تغيير هذه المنهجية أم ستستمر؟ إذا استمرت الجامعة العربية بهذا النهج فلا يغير شيء، بالأخير نحن نخضع كدول عربية بشكل عام لضغوطات خارجية في كل الملفات، فطالما أننا خاضعين لهذه الملفات فالنتيجة واحدة، النتيجة هي نتيجة سلبية. فهنا تصبح عودة سوريا أو إلغاء التعليق، العودة عن التعليق هو شيء شكلي ربما يكون له بعض الفوائد ولكن لا نعول عليه لا كدول. طيب، من خلال الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا من بينها الزيارة لأبوظبي، هذا الحديث الإيجابي أو النبرة الإيجابية في الخطابات الإعلامية للعديد من العواصم العربية، يمكن أن نراكم في الجزائر ومن بعدها أيضا من خلال هذا المدخل إلغاء التعليق كما قلتم؟ أنا سأكون سعيد بزيارة أي دولة عربية، هذا شيء أكيد، ولكن هذا لا يتم من دون دعوة. من الطبيعي ومن البديهي أن أفكر بزيارة الدول العربية، لأن بالرغم من كل الوضع العربي السيء بلا حدود علينا أن نخفف الأضرار، أن نتلافى المزيد من السقوط. فالحوار مع الدول العربية ومع المسؤولين العرب هو شيء أساسي. طيب، هنا ربما نشير إلى شيء مهم جدا، كثيرون يقولون أن أي عودة للعلاقات الطبيعية مع الدول العربية تمر عبر باب العراقة مع إيران، وأنها لن تكون بذلك الكمال ما دام هذا القرب بين دمشق وطهران. كيف يمكن لسوريا أن توازن بين علاقاتها مع إيران من جهة، ودعني أقول المملكة العربية السعودية إن عادت العلاقات من جهة؟ أولاً علاقات سوريا مع أي دولة غير خاضعة للنقاش مع أي جهة في هذا العالم، لا أحد يحدد لسوريا مع من تبني علاقات ومع من لا تبني علاقات، لا يحدد لنا ولا نحدد لأحد، لا يتدخلوا بقراراتنا ولا نتدخل بقراراتهم، فهذا الموضوع غير قابل للنقاش وغير مطروح على الطاولة، حتى لو طرح معنا كنا نرفضه من البداية، هذا أولا. ثانيا كثير من الدول التي كانت تطرح هذا الموضوع في السابق واليوم هو غير مطروح منذ أعوام هي نفسها تحاور إيران، فيعني هذا تناقض.
ثالثا إيران دولة هامة، إذا أردنا أن نتحدث عن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فنحن بحاجة لعلاقات مع كل هذه الدول. انطلاقا من هذا الكلام، إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع التوازن بين العلاقات، المبدأ خطأ، خصوصا أن دمشق حققته لسنوات طويلة. تمام، ولكن ليس منطلاقا من فكرة التوازن، لأن التوازن يعني بأن هناك أطراف متناقضة توازن بيننا. نحن لا نرى الأمور بهذه الطريقة، نحن نرى أن كل هذه الدول لديها مصالح مشتركة. فلسنا العملية ليست بحاجة لتوازن في العلاقات، بحاجة لانفتاح، بحاجة لعلاقات جيدة. الآن هناك حوار بين دول الخليج، عدة دول خليجية وإيران، نحن ننظر إليه بشكل إيجابي بغض النظر عن علاقاتنا مع هذه الدول الخليجية. يمكن أن نشهد وساطة ربما بعد عودة العلاقة إلى طبيعتها لدمشق بين الرياض وطهران؟ طبعا المنطق الأساسي يقول بأنه إذا كان هناك خلاف بين أطراف لديك علاقة جيدة معها، فمن الطبيعي أن تلعبي دور وساطة لتقربي بين هذه الدول، لأن هذا يخدم المصلحة الخاصة والمصلحة العامة لدول المنطقة، هذا طبيعي. ولكن نحن لا نمتلك هذه العلاقة الآن الطبيعية مع كل الأطراف، فلا نستطيع أن نلعبها في الوقت الحالي. العلاقات الطبيعية أو التطبيع شهدته أيضا الكثير من أو عدد من العواصم العربية مع إسرائيل، كيف تتابعون تطبيع هذه الدول مع إسرائيل؟ وهناك حتى شائعات لم تستثني سوريا، هناك من ذهب إلى أن دمشق ستطبع بشرط استعادة الجولان المحتل، هل يمكن أن يحدث؟ أولا مصطلح خاطئ، نحن نرفض في سوريا منذ بداية عملية السلام في التسعينيات مصطلح التطبيع، لأن التطبيع هو عملية يفترض كمصطلح لغوي عملية طبيعية، والعملية الطبيعية يجب أن تسير بكلمة يعني بشكل سلس من دون عقبات، ولا يمكن أن تكون قسرية ولا مفتعلة. فكلمة تطبيع هي كلمة مفتعلة، الهدف منها دفع العرب باتجاه تقديم تنازلات لإسرائيل مقابل لا شيء، هذا هو الهدف. فنحن في سوريا نتحدث عن علاقات عادية مرتبطة بعملية السلام، وعملية السلام مرتبطة بعودة الحقوق، هذا موضوع محسوم. هذا جانب. جانب آخر، نحن ضد العلاقة مع إسرائيل بغض النظر عن تسمية تطبيع وغيرها، منذ بدأت مع مصر في منتصف السبعينيات وحتى هذه اللحظة نحن في نفس المكان، لا نوافق على أي عملية، ونعتقد بأن كل هذه العمليات من وجهة نظر سوريا أضرت بقضيتنا السورية. إن لم نتحدث عن فلسطينيين، نحن نتحدث الآن عن سوريا. ولكن الثغرة الأكبر في هذا الموضوع هي اتفاقية أوسلو، لأن اتفاقية أوسلو هي تقديم كل هذه المزايا لإسرائيل من قبل صاحب القضية، وبالتالي أصبح مبررا لأي دولة في العالم أن تقوم بعملية سمونها تطبيع سلام لا يهم مع إسرائيل، لأن صاحب القضية تنازل عنها، هكذا يعتقدون. فإذا نحن ضد التطبيع لأنه يؤثر علينا. بالنسبة لسوريا لن تغير موقفها طالما أن هناك أرض محتلة هي الجولان، عندما تعود الجولان لكل حادث حديث ويأتي في إطار ليس التطبيع وإنما العلاقات العادية بين أي دولتين، علاقات عادية لا تعني لا حرارة ولا برود، تعني ما يريده الشعب وكيف يحدد الشعب. مع ذلك ونحن نتحدث يستمر أيضا القصف الإسرائيلي في استهداف آخرها ربما كان في محيط مطار دمشق، نود أن نسمع منكم تعليقا أيضا على ذلك. طبعا هذا موضوع مختلف، ولو أنه في النتيجة يصب في نفس الموضوع، هو دفع سوريا باتجاه التنازلات، ولكن تدخل إسرائيلي بالبداية الزمنية كان مرتبط تماما بمرحلة انهيار الإرهابيين في سوريا، لأن الإرهابي بالنسبة لنا هو جيش إسرائيلي، ولكن يعني بهوية سورية أو هويات أخرى. فعندما بدأ هذا الإرهابي يتراجع وتنهار معنوياته، كان لابد من التدخل الإسرائيلي لرفع معنويات الإرهابيين واستعادة تحريكهم. فإذا ما يحصل من قبل إسرائيل يأتي في هذا الإطار ولا يأتي في أي إطار آخر. سؤال الأخير الذي أختم به مع سيادتكم، هذه الصورة التي يقدمها الغرب على الرئيس بشار الأسد، يقولون الرئيس الذي يقف ضد شعبه وضد القوى الإقليمية والدولية، اليوم بعد قرابة سنة من إعادة انتخابكم من قبل الشعب السوري، هذه النبرة الإيجابية كما ذكرت للعديد من العواصم الغربية العربية والغربية أيضا، أو دعني أقول الدولية، هل تغيرت الصورة؟ بالنسبة للناحية الشعبية نعم تغيرت، ليس لأننا تمكننا من مخاطبة الغرب، لغة مختلفة والقدرات الإعلامية مختلفة، ولكن الكذبة الكبيرة التي استخدمها المسؤولون الغربيون في البداية والمبالغات التي لا حدود لها جعلتهم في موقف صعب، جعلتهم كمن صعد على الشجرة وذهب عاليا ولم يعد يعرف كيف ينزل عن هذه الشجرة.
فهذه الكذبة لو تابعنا الصفحات الرسمية لمواقع الإعلامية الرئيسية في الغرب التي هي على علاقة وثيقة وتحالف مع القوى السياسية والتي ما زالت مستمرة بنفس الكذبة، ترى بأن تظهر بأن التعليقات التي يكتبها المواطنون الغربيون بشكل عام تعبر عن عدم قناعتهم في كل ما يقولون. فالثورة، إذا كنا نتحدث عن الثورة، ما هي هذه الثورة التي تستمر لأحد عشر عاما ومع الدعم لأقوى الدول في العالم ولأغنى الدول في العالم أيضا، ومع ذلك والشعب طبعا يفترض بأن الشعب يؤيد هذه الثورة وهو ضد هذه الدولة ولم تسقط هذه الدولة، هل هي دولة مكونة من سوبرمانات يعني؟ هذه الكذبة غير مقنعة، يعني ليش الثورة تستمر كل هذا الوقت؟ بالإضافة الكثير من الأكاذيب الأخرى، الأكاذيب على شعبهم التي افتضحت مع الوقت. فأستطيع أن أقول نعم الصورة تغيرت، لا يعني بأن المواطن الغربي يعرف ما يحصل، لا، هو يعرف بأن هناك كذبة كبرى، ولكن ليس بالضرورة أن يعرف ما هي الحقيقة الكبرى في منطقتنا. في انتظار أن يعرف الحقيقة الكبرى. نشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار سيادة الرئيس، خصوصا وأن أرتي تمر بظروف صعبة ومضايقات كثيرة. شكرا جزيلا لكم على استضافتنا، تفضل سيادتكم. شكرا لك على زيارتك إلى سوريا، أريد أن أستغل هذه المناسبة لكي أوجه التهنئة للشعب الروسي بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف خلال أيام في 12 من هذا الشهر. أنت ذكرتي الحصار على أرتي، أنتم جزء من المعركة وأنتم سلاح من الأسلحة، وسلاح اليوم لا يرتبط تحديدا، ونحن نخوض معركة مشابهة ولكن بعناوين مختلفة، لا يعود للبندقية ولا للصاروخ، يعود للحقيقة. الضحية الأكبر خلال العقود الماضية بكل القضايا التي طرحت هي الحقيقة. فأتمنى أن تكون هذه المقابلة هي يعني حجرة في البناء الكبير، وهو بناء الحقيقة والذي سيستغرق سنوات لكي نتمكن من بنائه. نشكركم جزيلا الشكر سيادة الرئيس السوري بشار الأسد. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء. إذن كانت هذه مقابلة الرئيس بشار الأسد مع قناة RT الروسية، وتحدث فيها عن الكثير من القضايا المحلية والعربية والدولية. نتابع نشرتنا. وصف أمين فرع محافظة ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رضوان مصطفى التسويات التي تمت في المحافظة حتى الآن والتي تم إنجازها في مدينة جيرود بالممتازة. وأكد في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن المحلية أن العملية ستتواصل في المحافظة، مرجحا أن تنتقل قريبا إلى شمال منطقة القلمون في وقت تواصلت فيه التسويات في حلب ودير الزور والرقة وسط ارتياح أهلي كبير ومطالبات بزيادة عدد المراكز لتسهيل حضور جميع الراغبين فيها. أتم مكرم من السيد الرئيس أنه جاي أسير التسوية، والحمد لله ما بيشي، والواحد يرجع على بلده على، وانصح كل الشباب انه يرجعون على البلد. الضرر الاولي ما كانت الناس خايفه وقامت ترجع وتروح وترجع عادي، يعني يروح الحمد لله. وتكلم السيد رئيس الجمهوريه بالعكس نفعت ناس كثيره، يعني الحمد لله وضع الناس بخير وان شاء الله على احسن، وصفحات جديده كل العالم الجديد يجي لهون، والعلي شيء هو ما راح يجي، والعلي ما عليه شيء، كلنا راح نعمل روح اشياء ونرجع ما علينا اي شيء. احنا واحنا من صارت احنا جينا اول الناس، تخلف عن الجيش يعني، وانه عم برجع اسوي تسويه وما بي اي مشكله يعني، شباب يعني بنرجع بلدنا والشباب يعني عم يساعدونا ما عم يقصروا معنا، وعادي يعني الامور عاديه كلها. والله انا نصحان بالتسويه حيل ومتخلف عن الجيش، وجيت بسوي تسويه وبشكر الرئيس بشار حافظ الاسد على القرار هذا، وش رايح لها الناس يعني إذا تجي تسوي تسوية. وأنا جيت اليوم من الميادين راح أسوي تسوية، عندي جيش والله متخلف بحيل زينة ومرتاحة كلها بالتسوية، وربع كلهم مشوا عساكر ما ظلت غيران يعني، كلهم كيفين ويخدم بلده كمان يعني كل شيء منيح. الإنسان لازم يعود ويجي على وطنه، وهذا هو البلد القهر اللي يقول الله يحرمنا، القهر يقول يحرمونا منه الإرهابية، الله يحرمهم إن شاء الله نور عيونهم، هذا بلدنا وهذا رئيسنا وكنا أبناء هذا البلد، وإن شاء الله ربنا يطول بعمر رئيسنا. وننصح كل إنسان خارج البلد يرجع ويسوي مصالحة ويعيش بهالبلد بأمن وأمان إن شاء الله.
رغم معوقات ميليشيا قسد الانفصالية، جهود حثيثة يبذلها الفلاحون لاستمرار عملية الحصاد وتسليم كل حبة قمح إلى المراكز المختصة وسط تسهيلات حكومية ملموسة. لم تمنع كل العراقيل والحواجز التي وضعتها ما يسمى الإدارة الذاتية هذه الآليات من الوصول إلى مراكز استلام الأقماح الحكومية وإيصال الإنتاج إلى هنا. ورغم محدودية القرى والبلدات التي تدار حكوميا، إلا أن الفلاحين يقطعون الطرقات للوصول وتسليم محصولهم إلى 3 مراكز في ريف القامشلي وسط تسهيلات حكومية لافتة. ندفع للفلاحين أجور النقل، أيضا موضوع الأكياس، نحن قيمة الأكياس نعيدها للأخوة الفلاحين، طبعا بعد تعبئتها نعيد قيمتها للأخوة الفلاحين، قيمة الأكياس كاملة. سعر الكيس الخيش 6000 ليرة سوري لكيس الخيش الجديد و 3000 ليرة سوري لكيس الخيش القديم. ووضعت مؤسسة الحبوب جملة من التسهيلات للفلاحين لتوفير البيئة الجيدة للتسويق، مع التأكيد على استلام كل حبة قمح تصل إلى المراكز في ظل استمرار إجراءات ما يسمى الإدارة الذاتية القسرية بحقهم ووضع غرامات على كل من يضبط متوجها نحو مراكز التسويق الحكومية. بدأنا احنا تجهيزات للمراكز جاهزة من جميع النواحي، وبوادر خير بدأ قسم من الفلاحين اللي حصدوا يسوق إلى مراكزنا. نحن بدورنا قدمنا كل التسهيلات اللي كانت تعيق عمل الفلاح على تسويقه من المواسم السابقة وتجاوزناها، وخاصة موضوع الأكياس وموضوع الدور وموضوع مراقبة المواصفات، ولدينا لجان خبرة ولدينا لجان تسويقية وموجهة بأنه بخدمة الفلاح بأقصى درجة لكي تجعله يسوق بكل هدوء وأريحية إلى مراكزنا. يتحدى الفلاحون بالحسكة الحصار الداخلية المفروض عليهم ويسعون لإيصال محاصيلهم إلى مراكز الاستلام الحكومية في ظل تسهيلات حكومية واضحة وتعقيدات من حواجز ميليشيا قسد تهدف لمنع الجهات الحكومية من الحصول على إنتاج الفلاحين. أيهم مرعي لقناة سماء. جدد المستوطنون الإسرائيليون اقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وذكرت وكالة وفاء أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وكان اقتحم 137 مستوطنا الأقصى يوم الأربعاء ضمن اقتحاماتهم المتواصلة للمسجد في محاولة للسيطرة عليه وتهويده. اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيا من مناطق عدة في الضفة الغربية. يأتي ذلك بالتزامن مع إصابة 4 فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال إثر اقتحامها مدينة جنين ومخيمها من كل الجهات، كما جرى اقتحام مدينة نابلس. لا يكاد يمر يوم دون أن يمارس كيان الاحتلال الإسرائيلي أبشع الممارسات بحق الفلسطينيين، ولا يمر يوم دون أن تولد إرادة جديدة للمقاومة والتحرر من الكيان الغاصب. بلدة العيساوية شمال شرق مدينة القدس شهدت مواجهات واعتقالات ومداهمات للمنازل نفذتها قوات الاحتلال ليصطدموا برد فعل شباب البلدة الذين واجهوا هذه الممارسات. الحال في نابلس لم يكن بعيداً عن العيساوية. قوات الاحتلال داهمت منزلاً في شارع السكة، تلتها مواجهات بين أبناء البلدة وجيش الاحتلال أدى إلى تعطل آلية تابعة له. بلدات عدة في الضفة الغربية شهدت مواجهات عنيفة، حيث أمطر الشباب الفلسطيني قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة طمون أجبرت آلياته على الانسحاب كارهين. قوات الاحتلال لا يمكن أن تبقي بلدة جنين ومخيمها بعيدين عن الاقتحامات والممارسات الوحشية. مداهمات مدعومة بجرافات عسكرية وقناصين انتشروا على أسطح المنازل ظناً منهم أنهم قادرون على إسكات حناجر الفلسطينيين. رصاص الاحتلال المطاطي وقنابله الصوتية أصابت 3 شباً نقلوا إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.
في الضفة الغربية، جنين ومخيمها، القدس ومدنها. تستمر الممارسات الوحشية من قبل قوات الاحتلال، بالمقابل يستمر النضال والدفاع عن الأرض والحق من الجانب الفلسطيني. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تداعيات ما سماه الغزو الروسي لأوكرانيا على العالم تزداد سوءا، وقد أثرت على 1.6 مليار شخص، وأضاف: للتخفيف من حدة الأزمة يجب بذل جهود ملموسة لضمان وصول الإمدادات الأساسية من الغذاء والطاقة إلى الفئات الأكثر ضعفا. تأثير الحرب على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل شامل وخطير ومتسارع، فالحرب تهدد بالنسبة إلى الناس في كل أنحاء العالم بإطلاق موجة غير مسبوقة من الجوع والبؤس، مخلفة فوضى اجتماعية واقتصادية. إذا كانت أزمة الغذاء هذا العام ناجمة عن صعوبة الوصول إلى المواد الغذائية، فإن العام المقبل قد يكون سنة شح الغذاء. هناك طريقة واحدة فقط لوقف هذه العاصفة التي تستمر، يجب وقف الغزو الروسي لأوكرانيا. أعلنت الدفاع الروسي عن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو 25 و13 مسيرة، ونتيجة للقصف خلال 24 ساعة الماضية تم تحييد أكثر من 300 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين. إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو 25 وكذلك 13 مسيرة أوكرانية، وإصابة 56 موقعا للقيادة و127 موقعا لإطلاق النيران من وحدات المدفعية الأوكرانية. الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية قد بدأت بالفعل في إزالة الألغام من الطرق والغابات في الحديقة. الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية قد بدأت بالفعل في إزالة الألغام من الطرق والغابات في الحديقة الوطنية بالقرب من قرى سفياتوغورسك ويارفايا وستودينوك وسوسونوفي التابعة لمناطق جمهورية دونيسك الشعبية. وخلال 24 ساعة الماضية تم اكتشاف وتدمير 126 عبوة ناسفة من مختلف الأنواع نصبها القوميون الأوكرانيون المتطرفون، بما في ذلك 54 لغماً مضاد للدبابات. أمرت السلطات الإيرانية بإغلاق كاميرات المراقبة التابعة لوكالة الطاقة الذرية والتي تقيس التخصيب عبر الإنترنت. يأتي ذلك رداً على تقديم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا مسودة قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران لعدم تقديمها إجابات شافية لأسئلة الوكالة بشأن آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة. في خطوة تصعيدية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها الأخيرة، تقدم طهران على إيقاف عمل كاميرتي مراقبة لمستويات التخطيط اليورانيوم تابعتين للأمم المتحدة في أحد المواقع النووية في البلاد. وفور القرار صرح المتحدث باسم المنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الكاميرات المقرر إيقافها تعد خارج إطار اتفاقات الضمانات، وأوضح في الوقت ذاته أن 80% من كاميرات الوكالة الذرية ضمن الاتفاق لا تزال تعمل كما في السابق، متهماً الدول الغربية بسوء التصرف. سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأسف لا يتناسب مع حجم التعاون الذي نبديه معها. قررنا إيقاف بعض كاميرات المراقبة في إحدى المنشآت. سنتخذ إجراءات أخرى بعد هذه الخطوة. لا يمكن أن يتوقع منا أن نكون متعاونين معهم وفي المقابل نشهد عدم التعاون وسوء النية. التحركات الإيرانية تأتي رداً على تقديم 4 دول غربية مشروع قرار إلى الوكالة، ينتقد طهران لعدم ردها على تساؤلات الهيئة الأممية بشأن آثار اليورانيوم الموجودة في مواقع غير معلن عنها. ويطالب القرار طهران بالتعاون الكامل مع الوكالة والإيفاء بالتزاماتها النووية، خطوة أثارت غضب إيران على الاتهامات تلك، بينما أكدت أن أي قرار سياسي ضدها في الوكالة الدولية سيستوجب رداً فورياً، فيما حذرت الدول الغربية من العواقب والتعقيدات التي تفرضها الدول الأربع والتي تهدد سير ملف المفاوضات. وإلى أخبار الاقتصاد مع خالد. تفضل خالد. يعطيك العافية نزار، شكراً. أهلاً بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. وزارة الكهرباء تضع محطة تحويل الرستن بريف حمص الشمالي بالخدمة بعد إعادة تأهيلها بشكل كامل بتكلفة وصلت إلى 3 مليارات ليرة سورية. ومجلس الوزراء يوافق على منح قروض لشراء محاصيل زراعية من الفلاحين.
أهلا بكم من جديد. أنجزت وزارة الكهرباء عمليات إعادة تأهيل محطة تحويل الرستن 6620 KVA بريف حمص ووضعتها بالخدمة، وذلك بعد إعادة تأهيلها بشكل كامل بتكلفة وصلت إلى 3 مليارات ليرة سورية. بخبرات وطنية وعمل مستمر دون توقف لأربعة أشهر، استطاع عمال الكهرباء من إعادة تأهيل محطة الرستن 662 كيفي ووضعها بالخدمة بعد تدميرها عام 2013 من قبل الإرهابيين بكلفة تقديرية وصلت لثلاث مليارات ليرة سورية، مع توفير أكثر من 7 مليارات نتيجة الخبرات الوطنية. متابعين أعمالنا بإعادة تأهيل، أرقام كبيرة عم تنوضع، أرقام كبيرة تم رصدها لإعادة تأهيل هذه المحطات سواء في حمص أو في غيرها. بالتأكيد كل ما دمره الإرهاب سيتم إعادة تأهيله وسيتم وضعه بالخدمة. هذه المحطة كانت على الأرض، خرجت من الخدمة عام 2013 بعد طبعا تدمير الحصابات الإرهابية المسلحة، تم إعادة تأهيلها بكوادرنا المحلية. عودة هذه المحطات وإدخالها إلى الخدمة راح تساهم بتحسين وضع الشبكة الكهربائية واستقرارها بالمناطق اللي هي موجودة فيها وحتى بالمناطق المجاورة لها. طبعا مشكورة وزارة الكهرباء على الجهود وبخبرات وطنية وبأيدي وطنية رجعوا أهل هذه المحطات ورجعت دخلت إلى الخدمة. المحطة ستعمل على تحسين الواقع الكهربائي في الريف الشمالي لمحافظة حمص، ما سيساهم بتوقف الانقطاعات المفاجئة في الريف وتخفيف الضغط عن الشبكة في المحافظة. هاي المحولة بتكفي على كافة حمص وكافة الحواليها، وجزاء الخير اللي سووها وقاموا عليها وجزاء المحافظ وسيادة الوزير. نشكركم ببلدنا الرستن، أهلا وسهلا فيكم. إجراءات تتخذها وزارة الكهرباء من ناحية توفير المخزون الاستراتيجي، وخلال أقل من أسبوع أكد الوزير بعودة التوريدات لسوريا، ما سيساهم في تحسين الواقع الكهربائي الذي يعاني اليوم من نقص هذه التوريدات. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص. وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة منح المؤسسة السورية للحبوب قرضا ماليا قدره 500 مليار ليرة سورية، وذلك لشراء محصول موسم القمح لعام 2022. كما وافق عرنوس على منح المؤسسة العامة لإكثار البذار قرضا بقيمة 180 مليار ليرة سورية لتسديد قيمة المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها من الفلاحين، ومنح المؤسسة العامة للصناعات النسيجية قرضا بحدود 21 مليار ليرة سورية لتمويل شراء كمية من القطن المحلوج. بحث وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد مع رؤساء وفود مصر وباكستان والعراق الواقع المائي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثاني المنعقد العقد الدولي للعمل، وذلك بشأن المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028 والمنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبي. وناقش الوزير رعد مع وزير الموارد المائية في مصر محمد عبد العاطي واقع المياه الدولية في البلدين والآليات التمويلية والتقنية اللازمة لمواجهة الشح المائي في ظل إجراءات دول المنبع التي تؤدي للإضرار بالأمن المائي الوطني. واستعرض الوزير رعد مع نائب وزير الموارد المائية في باكستان كاظم نياز المشاكل المائية، حيث ناقشا إمكانية التعاون في مجال البحث المائي وتحقيق الاتصال بين الخبراء في الوزارتين. كما بحث الوزير رعد مع رئيس الوفد العراقي المهندس حاتم حميد الواقع الحالي للموارد المائية في ظل الإجراءات التركية التي تعمد إلى تخفيض الإمدادات المائية على نهري دجلة والفرات، إضافة إلى الظروف المائية القاسية التي تواجه البلدين نتيجة الجفاف. شاهدين أخبار الاقتصاد انتهت، وعودة إلى نزار. شكرا خالد. شكرا.
حض الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة دول الأمريكيتين على إثبات مكاسب الديمقراطية خلال افتتاحه قمة جمعت غالبيتهم في لوس أنجلوس التي تستضيف المناسبة. هذا فيما أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أن الولايات المتحدة لم تستطع توفير حوالي 4 مليارات دولار لتنمية دول أمريكا الوسطى، لكنها وفرت 40 مليار دولار لمساعدة السلطات الأوكرانية. كشف النقاب عن حقبة جديدة من التعاون بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية كان العنوان المفترض لقمة الأمريكيتين التي استضافتها لوس أنجلوس، والتي يراها البعض أنها اختبار لنفوذ واشنطن في ملعبها. الرئيس الأمريكي جو بايدن وخلال افتتاحه القمة اعترف بالتباينات القائمة بين الدول المشاركة والتي أدت إلى امتناع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل الذي يعد حليفاً وثقاً لواشنطن عن الحضور بسبب رفض الأخيرة دعوة قادة كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا باعتبارهم غير ديمقراطيين كما تزعم واشنطن. وبالإضافة إلى كل من كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا والمكسيك، تغيبت دول السلفادور وغواتيمالا وهندوراس في وقت حضرت 23 دولة. القمة التي تستمر يومين تركز على الهجرة والتغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي، حملت أفكاراً متعددة طرحها بايدن تحت عنوان عريض: الديمقراطية هي المكون الأساسي لمستقبل الأمريكيتين. عندما تتعرض الديمقراطية للهجوم في جميع أنحاء العالم، لنتحد مرة أخرى ونجد قناعتنا بأن الديمقراطية ليست السمة المميزة فقط، بل هي المكون الأساسي لمستقبل الأمريكيتين. في هذه القمة لدينا فرصة سانحة للتعاون حول بعض الأفكار الجريئة والإجراءات الطموحة وإظهار قوة الديمقراطية الهائلة أمام شعوبنا. عدد من المتظاهرين حاولوا مقاطعة خطاب الرئيس الأمريكي ليرد بايدن بابتسامة ساخرة متابعا خطابه. مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تحمل مكبر صوت اقتربت من أحد مواكب السيارات المارة قبل أن يتدخل أحد رجال الشرطة بعنف مفرط ضدها. وهنا يتساءل كل من علق على تلك القمة، هل هذا شكل من أشكال الديمقراطية التي تشدق بها بايدن خلال قمته مع عدم دعوة مقصودة منه للمناهضين للفكر الأمريكي؟ النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. إذا كان هناك غزو سيكون هناك مقاومة شعبية بالمرحلة الأولى طبعاً في الأماكن التي يتواجد فيها. الرئيس الأسد لقناة روسيا اليوم: سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها. الدفاع الروسي تعلن إسقاط مقاتلة و13 مسيرة وإصابة 56 موقعاً للقيادة وتحييد أكثر من 300 متطرف أوكراني. وطهران تزيل كاميرتي مراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشأة نووية. إلى اللقاء.